تبدو وكأنها قبة عادية في وسط جزيرة، لكنها تخفي سرا رهيبا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على العالم. ونعم، من الغريب أيضا وجود دائرة خرسانية كبيرة في وسط جزيرة غير مأهولة. ماذا يمكن أن تكون؟ استعد لتندهش عندما أخبرك كيف يمكن لما هو مخبأ في هذه القبة أن يدمر الأرض، أو على الأقل جزءا كبيرا منها. جزر مارشال هي دولة جزرية يزيد عدد سكانها قليلا عن 50,000 نسمة، منتشرة عبر 29 جزيرة مرجانية. يمكنك رؤية إحداها هنا. هذه جزيرة رونيت، واحدة من أكثر من 1100 جزيرة مختلفة الأحجام تشكل جزر مارشال، وجزء من جزيرة إينويتاك. تبدو هنا وكأنها مكان هادئ لقضاء إجازتك، مع أشجار النخيل والمياه الزرقاء والشواطئ الرملية. القبة نفسها التي تسمى أحيانا قبة الصبار أو القبر، قبيحة بعض الشيء، ولكن مهلا، يمكننا رصفها وبناء مول صغير عليها، أليس كذلك؟ حسنا، ليس بهذه السرعة، في حين أن العديد من الجزر الأخرى مأهولة بالسكان وأماكن ممتعة للزيارة، فإن جزيرة رونيت ستكون غير مأهولة بالسكان لفترة طويلة جدا، على الأقل 24,000 سنة وربما أكثر. تعتبر الجزيرة نفسها بعيدة جدا بحيث لا يمكن حراستها، لذا يمكن لأي شخص زيارتها بالقارب، لكنني لا أرغب في قضاء الوقت هناك لفترة طويلة. تم بناء القبة في فوهة اختبار الصبار، وهي تجربة نووية أجريت في جزيرة رونيت في عام 1958. كانت الحفرة المجوفة التي خلفها الانفجار النووي مليئة بالنفايات المشعة من اختبار الصبار والتجارب النووية الأخرى التي أجرتها أمريكا خلال الحرب الباردة بين عامي 1946 و 1958. بعد 3 سنوات من التنظيف، غطيت القبة بالخرسانة. لسوء الحظ، تم إلغاء خطط تبطين الجزء السفلي من القبة بالخرسانة قبل تكديس النفايات المشعة بسبب تكلفتها. والجزر المرجانية مصنوعة من المرجان، وهي مادة مسامية للغاية، وهذا يعني أن النفايات المشعة بدأت في التسرب من قاع الحفرة. والأسوأ من ذلك أن خطط إبقاء جميع المواد مدفونة في الخرسانة فشلت أيضا في مراعاة الاحترار العالمي، والذي لنكن صادقين لم يكن مفهوما مألوفا لأي شخص في الخمسينيات. من المحتمل أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تدمير قمة القبة ونشر النفايات المشعة في المحيط الهادئ. للأسف، تأذى العديد من الناس بالفعل بسبب النفايات التي تم إنشاؤها أثناء التجارب النووية لأمريكا في الحرب الباردة. أدى انفجار واحد في جزيرة بيكين المرجانية الناتج من عملية الحصن إلى ظهور سحابة فطر كبيرة من النفايات المشعة بعد إنتاج عائد أكبر بكثير مما توقع العلماء. لم يكن المهندسون النوويون الوحيدين الذين أخطأوا في الحسابات. توقع المتنبئون بالطقس بنفس الدقة الموجودة لدينا الآن أن الرياح ستحمل السحابة بعيدا عن أي مناطق مأهولة. لسوء الحظ، كانوا مخطئين حقا، وزارت سحابة من الرماد سكان جزيرة إينيو. لم يعرف الكثير ما هو، حتى أن البعض اعتقد أن المسحوق الأبيض قد يكون ثلجا على الرغم من درجات الحرارة الدافئة. تم إخلاء الجزيرة، لكن العديد من السكان بمن فيهم الأطفال أصيبوا بالفعل بحروق شديدة. انتشرت السحابة أكثر لتصل إلى جزر رونغريك، رونغلاب وأوتريك. أجلت الحكومة الأمريكية الناس في وقت متأخر من الجزر. في هذه الأثناء تم إخبار السكان الذين تم نقلهم بالفعل إلى جزر مرجانية قريبة حتى يمكن استخدام بيكين للاختبار أنه يمكنهم العودة إلى منازلهم بعد ذلك. لسوء الحظ، لم ينجح ذلك أيضا، ولا يزال لدى العديد من الجزر مستويات عالية من النشاط الإشعاعي اليوم. والأسوأ من ذلك، قررت أمريكا دراسة آثار الإشعاع على الناجين في الجزر من خلال إقامة مشروع سري، مستغلين الضحايا في البحث الطبي دون موافقتهم أو علمهم. لم يتضرر سكان جزر مارشال وحدهم من التجارب النووية. أصيب العديد من الصيادين اليابانيين بالتسمم الإشعاعي بعد تواجدهم في المنطقة في وقت قريب من انفجار اختبار واحد. كانت سفينتهم مغطاة بالرماد المشع، وظهر على العديد منهم أعراض المرض الإشعاعي الحاد. توفي أحد الصيادين في وقت لاحق من التهاب الكبد، والذي من المحتمل أنه أصيب به من عملية نقل الدم المستخدمة لعلاج تسممه الإشعاعي.
ثم تم إرسال أفراد الجيش الأمريكي لتنظيف الجزر وبناء تلك القبة المشؤومة في جزيرة رونيت. تم إرسال الجندي السابق جيم أندرول إلى جزيرة إنويتاك المرجانية في السبعينيات للعمل على تنظيف الجزيرة. يقول إنه هو وأفراد الخدمة الآخرين لم يتم إبلاغهم بالنشاط الإشعاعي، وتم تضليلهم للاعتقاد بأنهم كانوا يزورون شاطئا لطيفا في المحيط الهادئ. ذكرت التغطية الصحفية في ذلك الوقت أن أفراد القوات المسلحة الأمريكية كانوا يعملون على تجميل الجزيرة أثناء تنظيف تلك النفايات المشعة المزعجة. عندما زار الصحفيون بكاميرات التلفزيون حصلوا على لقطات لأشخاص يعملون ببدلات إشعاعية، ومع ذلك يقول أندرول إن ذلك كان مجرد عرض للكاميرات، وهو يدعي أن العمال الحقيقيين لم يتلقوا أي معدات أو تدريب متخصص، وتم إصدار زيهم المعتاد للطقس الدافئ والذي تضمن السراويل القصيرة والقمصان القطنية. يتذكر التقاط قطع من الحطام وهي على الأرجح نفايات البلوتونيوم الناتجة من تجربة نووية لم تكن ناجحة، ووضعها في أكياس القمامة والتي ألقيت في القبة بالداخل. تشير الوثائق التي تم رفع السرية عنها إلى أن المسؤولين في واشنطن كانوا على علم بمستويات النشاط الإشعاعي في الجزيرة، ومع ذلك زعموا أن أفراد القوات المسلحة قد تم تزويدهم بملابس واقية ولا ينبغي أن يتعرضوا لأي خطر. يروي جيم أندرول قصة مختلفة. لسنوات يقول إنه عانى من مشاكل صحية ناتجة عن الإشعاع الذي تعرض له في إنويتاك. يقول أندرول أيضا إنه يعرف العديد من قدامى المحاربين في إنويتاك الذين يعانون أيضا من مشاكل صحية يعتقدون أنها مرتبطة بوقتهم في جزر مارشال، حتى أن لديهم مجموعة على فيسبوك لمناقشة قضاياهم على الإنترنت. هذا يمثل مشكلة خاصة لأن حكومة أمريكا لا تعترف بأفراد القوات المسلحة الذين عملوا في الجزيرة المرجانية على أنهم محاربون ذريون قدامى. في حديث الحكومة هذا يعني أنه ليس لديهم تغطية صحية خاصة للتعامل مع المشاكل الناجمة عن الإشعاع، وتقول الحكومة إن احتياطات السلامة الخاصة بها كانت نموذجية، وأن أكثر من 4000 جندي من إنويتاك تعرضوا لمستويات من الإشعاع أقل من الحدود الموصى بها. ويقولون أيضا إن أي أمراض عانى منها المحاربون القدامى لاحقا ليست مرتبطة بمشاركتهم في التنظيف النووي، نظرا لعدم تمتعهم بتغطية صحية خاصة مثل المحاربين الذريين القدامى الآخرين. فإن العديد من المشاركين في عملية تنظيف جزيرة رونيت مثقلون بالديون الطبية المرهقة. يقول كين كاسوك إنه كان متحمسا في البداية لإجراء تبادل عسكري في إنويتاك. في هذا الوقت بدا الأمر وكأنه حلم تحقق، لأنه كان يريد دائما العيش في جزيرة مهجورة في المحيط الهادئ. لسوء الحظ فإن سنوات المشاكل الصحية التي تلت ذلك بما في ذلك أكثر من 40 عملية جراحية بسبب السرطان حولت حلمه إلى كابوس. للأسف قد لا يكون سكان جزر مارشال وأفراد القوات المسلحة الأمريكية الذين تعرضوا للإشعاع في الجزر المرجانية آخر ضحايا موقع التجارب النووي. تذكر أن الاحتباس الحراري لم يكن في أذهان أي شخص في السبعينيات، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى الإضرار بالقبة والتي من المحتمل أن تقوم بالفعل بتسريب الإشعاع عبر قاع المرجان، وهذا ليس حتى أسوأ موقع لكارثة تنظيف نووي. يأخذ هذا اللقب هانفورد بواشنطن، إنه الموقع الذي أنتجت فيه الولايات المتحدة البلوتونيوم الذي تم استخدامه في مجموعة متنوعة من المشاريع بما في ذلك المشروع الشهير مشروع مانهاتن الذي أنتج القنبلة التي دمرت ناغازاكي في الحرب العالمية الثانية. كما تم استخدام البلوتونيوم الخاص بهانفورد لتخزين الأسلحة خلال الحرب الباردة. أين ذهبت كل تلك النفايات؟ في خزانات فولاذية يتسرب الكثير منها الآن إلى المياه الجوفية القريبة. تم العثور على التسريبات في وقت مبكر من الخمسينيات من القرن الماضي، لذلك عالجت إدارة الموقع الوضع في عام 1964 باستخدام خزانات مزدوجة الجدران. نعم تتسرب هذه الآن أيضا. يوجد 56 مليار طن من النفايات النووية بالقرب من مركز الموقع. فيما مضى كانت ضاحية مزدهرة مبنية حول منشأة إنتاج البلوتونيوم، أصبح لدى هانفورد الآن صناعة جديدة تنظيف النفايات النووية. كلف مشروع التنظيف حتى الآن أكثر من 42 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر لمدة 50 عاما أخرى على الأقل. تدير وزارة الطاقة أو DOE المشروع
وتحب التباهي بنجاحاتها في معالجة أكثر من 9 مليارات جالون من المياه الجوفية وشرنقة 7 مفاعلات وتنظيف أو تدمير العديد من المباني. لسوء الحظ، هذا يتجاهل الكمية الكبيرة من النفايات النووية التي لا تزال موجودة في هانفورد. والأسوأ من ذلك أن الأشخاص الذين عملوا في الموقع أو بالقرب منه أبلغوا عن الأمراض أيضا. يزعم الكثيرون أنهم لم يسمح لهم بخزانات الهواء أثناء العمل في موقع المفاعل. يقول ساث إلينغزورث إنه أصيب بمرض رئوي نادر بعد شم رائحة شيء غريب أثناء عمله في الموقع. تم تشخيص مشاكل التنفس التي ابتلي بها منذ ذلك الحين على أنها مرض حساسية في مجرى الهواء والذي يرتبط عادة بالتدخين، لكن سيث يقول إنه لم يدخن قط ولم يكن يعاني من مشاكل صحية قبل العمل في موقع النفايات. تم تشخيص إصابة سكان آخرين بالخرف وهي مشكلة شائعة لدى كبار السن، لكن العديد من المصابين بهانفورد هم من الشباب نسبيا. بينما التزمت وزارة الطاقة الأمريكية بتنظيف هانفورد، فإن لدى الولايات المتحدة ودول أخرى سجل حافل عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع النفايات النووية. وبغض النظر عن أسلحتها، تستخدم أجزاء كثيرة من البلاد المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء، كما أن حرق الفحم له مشاكل بيئية خاصة به. إذن ما هي أفضل طريقة للتعامل مع النفايات النووية؟ فيما يلي بعض الأفكار من أفضل الأدمغة في العالم: قم بتفجيرها في الفضاء. يمكننا إما تحميلها على صاروخ وإطلاقها في الشمس وهي كرة نارية كبيرة مشتعلة على أي حال، أو إرسالها في أي مكان في الفضاء. من سيدري بالأمر؟ حسنا، ما لم يعثر عليه بعض الفضائيين وقرروا ختمه بالعودة إلى المرسل، حينئذ قد نكون في ورطة. من الناحية الواقعية هناك مشاكل أكبر. لم يعتقد إدوارد تيلر المعروف باسم أبو القنبلة الهيدروجينية أن ربط مجموعة من النفايات النووية بصاروخ كان فكرة ساخنة. بعد كل شيء، الصواريخ لديها عادة التفجير. اقتراح آخر هو نقل جميع النفايات النووية إلى القارة القطبية الجنوبية بطريقة أو بأخرى وإلقاؤها هناك، وهذا ليس بالأمر سهل. ثم يمكن أن يذوب ويستقر في قاع الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا. كما قد تتخيل، دفعت المخاوف البيئية إلى حظر هذه الفكرة رسميا بموجب معاهدة دولية قبل أن يتمكن أي شخص من تجربتها. ولكن من الذي يحتاج إلى الذهاب إلى القارة القطبية الجنوبية بينما يمكنك فقط إنزال عبوات النفايات النووية إلى فتحة في أعماق البحار في قاع المحيط؟ ابحث عن مساحة لطيفة بين بعض الصفائح التكتونية ويمكن لتلك المواد المشعة أن تمضي في طريق العملات النقدية في جيبي التي تختفي بين وسائد الأريكة. من ناحية أخرى، شاهدت فيلم شاركنيدو وأخر شيء يحتاجه العالم هو أسماك القرش الطافرة. كل هذه الأفكار تؤدي حتما إلى مجرد وضع نفاياتنا النووية في خزانات ستفشل قبل أن تتوقف المواد عن الإشعاع. من الواضح أن الأمر لم ينجح بشكل جيد، ولكن على الجانب الإيجابي لا أحد لديه حقا فكرة أفضل، لذلك يبدو أننا سنواصل القيام بذلك على أي حال. لذا لنعد إلى قبة جزيرة رونيت. ماذا سيحدث إذا أدى ارتفاع مستوى سطح البحر أو عاصفة كبيرة إلى تدمير القبة وتوزيع النفايات المشعة في المحيط؟ الخبراء ليسوا متأكدين، لكن يعتقد البعض أنها لن تكون في الواقع مشكلة كبيرة. يعتقد بعض العلماء أنه نظرا لأن الكثير من مواد النفايات النووية قد تسربت بالفعل إلى المياه حول جزر مارشال المرجانية، فإنه إذا تم تدمير القبة هذه فقد لا تسوء الأمور بشكل ملحوظ عما هي عليه بالفعل. من ناحية أخرى، ربما بدلا من الإعصار سنحصل على إعصار من أسماك القرش المتوهجة في الظلام. انتظر، يجب علي الاتصال بهوليوود بشأن ذلك. ما هي الأشياء الخطيرة التي تعتقد أن على العالم أن يوليها المزيد من الاهتمام؟ أخبرني في التعليقات أدنى. أيضا إذا استمتعت بهذا الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة والنقر على رمز الجرس حتى لا يفوتك أي مقطع، وشكرا للمشاهدة.